لك الجرس يسبونها ما تنفع. الجنون هذه هذي الجن. كان شفت جلتشات كثيرة يا ولد. لا انصح اي واحد في بلاد بورن لا يمشي من عند الحوض، مرة لا يحتك في الحوض، كيفك في الجدار كذا. شوف فيصل كيف امشي طالع، شوف الحوافات فاهم الحواف دي انت ممكن تطيح انت فيها في ماب. ماشي هاي هكا حلوة، تقفل الباب بالمفتاح قول لهم عمار ابراهيم مشغول. افقع عيال قوم هنا، هذا بيسحبك يا حمار. يا ريمم فينكم يا اخي حمار؟ ايش في مين سحبوا؟ اي شفت لي رجال الحين حافظ المحل ولا لا؟ ممكن اهبل قاعد يستناه يجي، قاعد كذا وقاعد يتحرك زو كذا. هو فيصل قاعد يطالع كذا نفس الفخ كانه تجمل بس وين مستقر يا الفخ ولا جاء؟ تفهمي يا بنت؟ افهمي اسكر. هاي يا امي يا ولد لا تضربني، حرام عليك. افهمي ليش سويت يا امي؟ افهمي انا عند الامي. شوف العنف الاسري، شوف العنف الاسري على طول. هذا العنف الاسري اسكري الظهر يا طوال، قالك ام الظهر اضغط السام على فوق لين ما تخلص، اذا خلص السام على فوق تيجي حق يا ولدي حق. هي شوف بعد حق حطيت والله واحدة هنا شكلها حلو اقسم بالله. لا عجوز بكرسي حمار طالع شوف حطيت واحدة هنا شايف طالع. انت حشرة تفهم؟ ايش في؟ ادعسك مثل العشرة حشرة. كيف؟ هذا حشرة انا لما انت شوف موكلة انا موكلة طالع فيها انت دبانه زيك لسيله. طيب تدري انت ايش؟ انت اكيد اكل اطلع اصير دبانه اطلع من طيب. انتو ارضي انتو بيتكم متعب كذا اسوي لكم. انا غريب تدري انت ايش؟ اقول لكم ايه انا احترمكم. جزاك الله خير. هذا السيف ده تدري فين احطه؟ ها ايوه كاي. طب تدري انكم في الحرم؟ طيب تدري اشربك كذا؟ تدري انه الاجواء عندكم حر؟ طيب تدري اني حرمي لك سيفون؟ هذه جريء. شيل هذا السفر للعلم السفر ده ما بالإضافة ما تقدر تأخذها هنا مرة فريدة. Everything in DLC everything shit. يقول لك fate win. هذا شكله بيتعب صحي مو كده، ما سمعتها والله وإني قريتها بس ناسيها. مو كلام حقيقة مؤلمة بس. مو كلام ده مو كلام. مين بضربكم؟ معلش أضربني أتعلم واجب، خلونا أتعلم واجب. هلا في عمري تضرب مين أكل؟ تضرب مين على عن أمك؟ تضرب مين أكل؟ قلت أدب والله. رحت اللهم أنا جيت زي كذا، رحت بس سويت زي كذا خليته يتعلم كيف يضرب الناس، بس نزلت الشيء الضخم ده. صورة صلاة ربك، صلوات ربك، شوف كيف البرستيج الكتسين. والله ما تحرك من زمان لو فتره كله عشان يحمي الاميره اللي هنا الملك. دين امك ناشف اصبع هذا لو دخل فيك واحد بس والله يسمم اهلك. طوط let me recording for sleep for شو اسمه ده for peace. locked him
It's a فحم. When you come here with yourself, you will انشخل. Okay, انتبه. Don't let him touch you. ايه وانت اللي عندك رمح بس دقيقة. اللي عندك رمح بس امشي ده ابقى ابقى اوكي ابقى ما تفهم كعبقع بيبون فجر اقرب ما يبقى ابقى انا ما اقول لك ابقى لا كره هاي كائن يطير الطيران امنيه البشر اول ادي موكل الهيب 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 يا ولد ابقع من دي حركه ابقع ابقع صدقين ابقع 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 او اوه قهر قهر زي ما قلت لك اخذ التاج اخذ التاج واروح وان اوف يور نوتس الى الان قاعد نقرا النوتس حق انا التاج طيب اه التاج خلاه مكان والله بس النيو جيم بلس يفيد يا اخي والله خليه قوي يا واو كم اداك والله كايف امين بالله قريب جبت 300 سنه تموت انت 80000 معايا مين تماجي واللي واما وانت اول كم اخذت لا تقول لي اداني 80000 كانت خليني اسجل المقطع اشوف كم اداني والله على طول اقول لك هي اي بوس ناديني ما لي ضعيف مو ضعيف قوي انا ماني قوي خلاص ابا اشوف لا اصبر لا ما وكلي اداني 80000 عين عينك 77000 اداني والله بدي كثير والله مدير كبير بدي ما بنسوي شيء ترى ما بنضطر بعد من هنا لا بيت الاشكال تخوف حاول تتفادى اي ضربه اتفادى دمار ايش نستخدم ما هو كل قال هي عشان يستخدم الانفنتوري اللي عنده ها الانفنتوري عنده ايش تستخدم الانفنتوري ما يحتاج يصير اتفادى ايادي في زي كده بيضة اقطع ايادي اللي فيها نور ايوه منظر مرة حلو ابعد يا لا تسوي شيء منظر مرة حلو واو زي كأنك بتشوف شاب وكذا عندي ون باك ما عندي 6 مقبل بس عندي ون باك شوف ما لعبت مو احسن مني انا دماء والله منظر مرة حلو يا دماء منظر فكاهي منظر يا اخي هذا المنظر ولا بلاش اذا خلص اتكلم بقى والله يا ود بي برشت ام الدماغ حقه رجع اطلق عليه اطلق عليه في راسه
انتبه هذا ما اقدر اسويه عندنا مره ما جاء انظر فكاهي ابعد من عندنا انا اجلدك تفهم ما اقدر اسوي حبيبي انت تاذيني هنا الواحد وكمان يقول لي اجلدك دوار شوية يموتنا هنقتل خلاص ايوه زي ما علمت زي ما علمت افهم تتفادى ضرباته لا تخليه يمسكك اضغط عليه ايه روح لركبته اضرب ركبته خليه يتعور ايوه كفو 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 ايوه ارجع ورا الف امرك ايوه ايوه اجلس يا دمار قاعد تغط علي انت قاعد احرس ابعد لا تلمس لا لا تلمس لا شيل يدك الوسخه عن امي عن امي منظر فكاهي يا غير هذا المناظر ولا بلاش ابعد من عندنا اي كمل 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 هذا ما يصير في علاقة اثنين بعد كده اروح خلاص استريح وشوف الشيخ اللي معه انا وما اقول لك كيف انا خليك خليك انا اتفاهم معاه انا اتفاهم معاه ضربك ما عليك ما عليك عيال خلاص ارجع ابعد منه ده مرة اسوي شيء انا اتفاهم معاه خلاص ده ما ابعد منه ما تفهم ابعد 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 مني يا فيصل خلاص ابعد مره بعيد وخر يا فيصل انت كمان دمار انت كمان وخر فيصل فيصل وخر فيصل دمار انت كمان وخر انت وخر بعد من هنا ما عليك انا بوخر بس عشان فيصل شايف دمه راح بارن عليه حجر الكلب لا تسوي ولا تغدغ تتكلم قطع شرايينه قطع يده واخذ قاعد اعذب دمار قاعد اقطع يده دمار يا ولد انت قطع يده واخذها تصي انت مره بتحمل والله راح ما انا اكثر انا اكثر بس البيس لا خلاص زي فرويل فرويل افتح النور يا ولد ايش يعني في برج كان اللي اروح عنده